فخور باللاعبين، فخور فيهم صراحة على الأفورت اللي عملوه كل الفترة الماضية، على التزامهم. لاعبين منهم لعبوا هم مصابين، لاعبين منهم لعبوا هم عندهم مرض، يعني والكل صراحة فخور فيهم فردا صراحة. لكن بالآخر ما قدرنا إن نكمل بآخر مباراة زي ما بدينا وزي ما نحن كنا حابين، لكن الحمد لله. وأكيد كإنجاز ميدالية فضية أول مرة بتاريخ الرياضات الجماعية بضل إنجاز كبير، وإن شاء الله الباسكتبول الأردنية يعني طموح حيضل للأحسن، وإن شاء الله البطولات الجاي يكون في مجال لميدالية أحسن.